هنا في مركز سقوبين وبسنادة في اللاذقية تنطلق حملة التلقيح الوطنية للأطفال المتسربين من اللقاح الدوري لتقديم الفحوصات الطبية لهم وإعطائهم اللقاح المناسب. حملة اللقاح الوطنية حملة تستهدف الأطفال من عمر يوم لعمر 5 سنين، وبالإضافة للأطفال يعني المتسربين عن اللقاحات الروتينية العادية، إضافة للقاح المدرسي الصف الأول والصف السادس، الفيتامين أ منعطى عبر التم، والباقي اللقاحات عضلية أو الإيد أو حسب بقى كل واحد واللقاح المتسرب عنه. الفرق الجوالي من الساعة 8 حتى الساعة الثانية بعد الظهر. مجهزة بكادر طبي طبعا، وباللقاحات المشمول بالبرنامج التلقيح الوطني. اللقاحات عامة الحصبس، شلل الأطفال، الكبد، التهاب الكبد، واللقاحات بشكل عام الداعمة يعني. بيدخلوا لعنا على غرفة الأطفال معاينة طبية للأطفال، إنه إذا عندهم أي حالة مرضية أو عارض صحي منقيم حالتهم، إذا الطفل ما هو مريض نبعته على غرفة اللقاح، وبنعطيهم توصيات ونصائح من للأم بهيدا الطقس، إنه وسائل الوقاية وإنه تغسيل بالمي، شرب المي، انه لبس طاقيه للطفل، تخفيف الالبسه، لبس الالبسه القطنيه فقط، وبالاضافه انه بعد فحص الطفل اذا شفنا اي حاله طبيه مرضيه بنعطيه العلاج للطفل من عندنا من المركز. كوادر طبيه مدربه واستعداد دائم لاستقبال الاطفال ضمن المراكز والفرق الطبيه الجواله. بتضم جميع الاطفال دون 5 سنوات، متابعه حالتهم التلقيحيه، بالاضافه لحمله اللقاح المدرسي طبعا، الاطفال اللي بيكون متاخرين على اللقاح الصف الاول صف السادس، طبعا جميع النساء في سن الانجاب كمان، عندنا لقاح الكوزاز كمان لإلهم. ببلش الفريق الجوال من 9 الصبح ل 2 الظهر، فاي ست عندها طفل متاخر عن لقاحه وعنده لقاح على الكرت تجيب، بس تسمع الفريق الجوال تجيبه على السياره، وما سمعت الفريق الجوال المركز كمان فاتح. جاي اليوم على المركز مشان ابني يعطيه اللقاح، عمره 3 سنين، مشان حملة اللقاحات، وعمل له فحوصات هون بالمركز، شوف وزنه متناسق مع عمره، ويعملوا له فحوصات عامة ويعطوه أدوية وفيتامينات إذا في شيء. صحة الأطفال ورعايتهم من أولويات الجهات المعنية التي تسعى دائما لتقديم العناية الكاملة.